بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فتظل المرأة لها حظ كبير من القضاء الشرعي، فلها أن تتقاضى وأن تدافع عن حقوقها المشروعة في سائر أمورها، والتي جعل لها النظام السعودي أحكاما خاصة في التقاضي وفي تنفيذ الأحكام. وموضوعنا في هذه الحلقة عن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية. والتنفيذ هو إنزال الأحكام الشرعية القضائية المسطورة في صك الحكم لتكون واقعا ملموسا على أرض الواقع. فإن كان الحكم بالحضانة فيمكن المحكوم له من حضانة طفله، وإن كان الحكم تفريقا بين الزوجين بأن يمنع الزوجين من الاستمرار في الحياة الزوجية وأن يبيت في بيت واحد بل يفرق بينهما، وإن كان الحكم في النفقات فيلزم المحكوم عليه بالنفقة أن يسلم قيمة النفقة إلى المحكوم له. هذا هو التنفيذ. وأما مسائل أحوال الشخصية فهي الأحكام التي تتناول الأسرة كبداية من الزواج والعضل والطلاق والفسخ والخلع والنفقات والحضانة والزيارة والإرث والوصايا. هذه هي مسائل الأحوال الشخصية. ولقد جاء المنظم السعودي بعناية فائقة فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، فجعل للمرأة الحق في أن تختار مكان التقاضي، بأن تختار المرأة مكانا للتقاضي، إما أن يكون في بلد المدعى عليه وإما في بلدها الذي تقيم فيه، وذلك استثناء من القاعدة العامة أن الدعوة تقام في بلد المدعى عليه. لكن لما كانت المرأة بطبيعتها أنها مستقرة في بيتها وليس عندها وسائل نقل ويعني يكلفها الانتقال إلى بلد زوجها، فلها أن تقيم الدعوة في بلدها، وإن شاءت في بلد زوجها الأرفق بها هو ما تختاره. وأيضا جعل النظام خاصية التنفيذ المعجل في مسائل الأحوال الشخصية لما لهذه الأحكام من طبيعة مرهفة، فهي تتناول الحياة الضرورية في النفقات أو تتناول الشعور والأخلاق والقيم كما في الحضانة والزيارة، فيجوز أن ينفذ هذا الحكم وتنفيذ المعجلة. أيضا من الأشياء التي خص النظام مسائل أحوال الشخصية فيها عدم إجبار المرأة أو الزوجة الانقياد لبيت الزوجية بالقوة، وإنما تكون ناشزا وتسقط نفقتها، ولا يجوز أن تجبر كغير كبقية الأحكام التي يجب القاضي التنفيذ المرأة أو يجب القاضي التنفيذ المحكوم عليه بأن يلتزم الحكم. أما إذا كان الحكم بالانقياد فإن المرأة لها الخيار، إما أن تنفذ الحكم طوعا وإما أن تظل ممتنعة في التنفيذ، ولا يملك قاضي التنفيذ إجبار الزوجة على انقياد بيت زوجها، وإنما تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها. وإذا تضرر الزوج من ذلك فله أن يقيم دعوى فسخ نكاح لعيب فيها وهو عيب النشوز. المهم أن المرأة لا يجوز أن تجبر على الانقياد. وإذا صدرت أحكام في مسائل أحوال الشخصية فإن قاضي التنفيذ بموجب نظام التنفيذ الجديد أن تلجأ إلى قاضي التنفيذ وهو قاضي في دوائر التنفيذ التابع للمحاكم العامة في كل بلد، وإن لم يوجد قاضي تنفيذ فإن رئيس المحكمة هو الذي يقوم بمقام قاضي التنفيذ وينفذ مسائل أهل الأحوال الشخصية. أسأل الله عز وجل أن تلقى المرأة في تنفيذ الأحكام الخاصة بها كل توفيق ويسر وسهولة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.